طيب هناك أمر آخر تحدثت عنه الصحافة العالمية وتحدث عنه أيضا بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متعلق بقرار دولة ألبانيا بقطع كل العلاقات مع الدولة الإيرانية وطرد كل الدبلوماسيين الإيرانيين من الأراضي الألبانية بسبب ما وصفته بالهجوم الإلكتروني الذي أتى من دولة إيران ضد دولة ألبانيا. بماذا تعلق على هذه التطورات؟ إيران يعني هي المصدر رقم واحد للإرهاب في العالم. إيران هي وضعت كل اقتصادها وكل مالها في خدمة العصابات الإرهابية التي وزعتها في العالم. هي نشرت الإرهاب في كل الدول الإسلامية، هي تريد القضاء على الدول الإسلامية وتدمير الدول الإسلامية ونشر العقيدة الصفوية أو الفكر الصفوي في الدول الإسلامية من أجل السيطرة على العالم الإسلامي وإعادة الإمبراطورية الفارسية، وهذا ما يسعى إليه حاليا ملالي قم من خلال المال الأحوازي، من خلال الاقتصاد الأحوازي. نحن نعرف بأن إيران هي التي تحتل الأحواز واحتلت الأحواز عام 1925، منذ ذلك الوقت وهي تسرق المال الأحوازي والنفط الأحوازي والغاز الأحوازي، وهي تقوم بصناعة العصابات الإرهابية التي نشرتها في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن، في دول الخليج العربي، في بعض الدول الإسلامية مثل ألبانيا وكذلك البعض الدول الأخرى، حتى في تركيا نشأوا بعض العصابات الإرهابية وتم إلقاء القبض عليهم.